صدمة كبيرة، وكنت الأمس أتبع عن طريق الإذاعة الوطنية مجريات المباريات في الكرة التابعة للرابطة الوطنية للهوات، وصدمنا بصدى هذا المصاب الجلال. ما علينا إلا نقدم تعازينا الخالصة لعائلات الفريق عائلة اللاعب سفيان لوكار، ونتمنى ان شاء الله بربي ان شاء الله يكون من اهل الجنه. وباسم الاتحاد الجزائري كره القدم ونيابه عن الرئيس والاخوه اعضاء المكتب الفيدرالي، ستكون التفاته تضامنيه مع عائله الفقيد هذا الشاب اللي فقدناه في هذه الظروف وهو يحارب في الميدان.